السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا رب جماعه؟ بخير وبصحه وسعاده وراحه. بصوا بقى نهايه الدوره بتاعه السمان. بصوا السمان كده وصل لذروته، يعني لو انت عايز تذبحه دلوقتي بتذبحه. بص بقى عامل ازاي، شهر ودلع نفسك. وبصوا ما اقولكوش، عايزه اقول لكم احنا وصلنا كده ازاي. والناس اللي على فكره، انا قلت لكم بامانه ان انا اول مره في حياتي اربي السمان، لكني اخترعت فيه. هم قالوا لي انك لازم تاكليه علف. بس قبل ما اقول لكم خلاصه القول وصلنا كده ازاي في السمان، يا اللي ما اشتركش في قناتي بقى يشترك، عايزين لايكات كتير وشجعوني ان شاء الله. بص حبيب قلبي، قالوا ان السبان لازم ياكل علف. ما اكذبش عليكم، اول كام يوم حطيت علف، بقيت اتحرك انك لازم تطحنيه بودره. بتجيب العلف الناعم وتطحنيه بودره. لقيت نفسي ايه ده، ازاي انا اقعد اكل علف والعلف غالي؟ فانا قلت لا، ليه بدل؟ فروحت جبت الشعير والقمح. طبعا لما قلت للناس اللي هم بقول السمان وهم هيسمعوني في الفيديو ده، قالوا لي ان ايه ازاي يا اختي قلت لي كده ليه يا اختي؟ قالوا لي ان ازاي تحط شعير وقمح. قلت له انا ما بحطش دلوقتي علف خالص. لا يا ستي ما ينفعش، لازم تحطي علف. قلت له انا قررت ان انا اربي بالطريقه دي. انا حتى القفص كده، لان انا لو شلته خالص هتلاقيهم كلهم طلعوا في البلكونه. فقلت لا، انا مش هحط على انا هحط شعير واحط. واقسم بالله بما يرضي الله، بقيت اجيب الشعير واطحنه عندي في البيت، واحتفظ بالقيمه الغذائيه كلها وفيتامينات وكل حاجه، عشان اضمن ان اللي طحنته عندي عشان اضمن ان هو مش مخلوط بحاجه تانية. وجبت كمان القمح وبقيت اطحنه عندي في البيت وبقيت احطه. وحطيت عليهم برضو في اول لغيت بقى العلف خالص، وبقيت احط في الاول معلقة السمسم. بعد كده شلت السمسم خالص، بقيت احط بقى ايه معلقة كركم. تحطي بقى معلقة، بقيت اللي انا ماشي عليه اكتر حاجة وانا بعمل بطحن الشعير او القمح. كنت بحط معلقة نشا، معلقة لبن بودرة. انا بجيب لبن البودرة قلت لكم من العطار او من العلاف، وده ارخص من انك انت تجيبي لبن النيدو، لان طبعا احنا بنرفع فبندور على الحاجه المفيده وفي نفس الوقت تكون رخيصه. بصوا انا عايزه، بس عايزه اختار لكم واحد، يعني مش هختارها ان انا الاقيها. بس بصوا الصينيه بتعمل، بصوا صوته، انا فاكر يعني انا بحبه جدا السمان، بحب اكله جدا، بس حبيته اكتر لما ربيته. فكنت بحط اللبن النيدو واحط اللبن البودره واحط النشا، وساعات بحط معلقه الكركم. كنت بحط الحاجات اللي انا بحطها، انتوا شوفوا فيديوهاتي. زائد بقى ما كنتش احط الميه صافيه، يعني انا ضد ان احط الميه صافيه. ليه بقى؟ اول ما جبته قالوا لي هاتي ادويه، من وصفوني اجيب ادويه، حلفت ما جايبه له ادويه ولا اشتريتلوش اي حاجه. انا اعتمدت على الله، ثم على الكركم، على الشيح عشان خوفا لا يجيله انديدان في معدتهم، وان هو مفيد جدا. بقيت احط حاجات، بحط جنزبيل، حطيت جنزبيل كتير، المعلقه على الشعير على القمح، وفي كذا مره دورته في الميه واديته لهم. برضو ده حلو جدا جدا مع معلقه الكركم، حاجه خطيره جدا. بس لغيت العلف خالص، ما بقتش احط علف اصلا من بعد اول اسبوع، وقفته خالص ومشيت بقى على الشعير وعلى القمح، وعلى اني بس اعرف هو هيبقى مكلف ولا لا. يعني هو لو كان هيبقى مكلف انا مش هربيه، يعني مالوش لازمه يعني القصه. لكن بعد ما ربيته حبيته وهكمل فيه ان شاء الله، لاني لقيت تربيته حلوه وسهله. كمان بقيت اعمل له مشروب رائع جدا جدا جدا، اللي هو المشروب ده، اللي هو الكركم.
بحط معلقه كركم وبحط معلقه جنزبيل وبحط بنجر. لازم يا اختي يا اختي يا اختي، بص طلعت ازاي، بص 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 صوته، هجيبك هجيبك هجيبك. بحط هنا، حطيت هنا معلقه كركم ومعلقه جنزبيل والبنجر وضربتهم في الخلاط، واحطهم بقى مشروب هايل. ليه كنت بحط خاصه البنجر؟ اللي انا كنت مركزه عليه ان احط البنجر، لان البنجر بيدي طاقه وبيعوض بقى، انت مش حاطه علف ولا الحاجات دي، هو مغذي جدا جنب الشعير وجنب القمح، حاجه بصوا خياليه، طاقه حيويه. بحط الجنزبيل لان الجنزبيل بيعتبر من المواد، من مضاد حيوي ومغذي كمان ومفيد جدا للطيور. وكنت بحط الكركم برضه، لان الكركم من الحاجات المهمه جدا اللي انت تحطيها للطيور كلها عموما. بص راحت قعدت فين، هجيبك. فعايزه اقول لك ان تربيه السمان يا جماعه تربيه سهله جدا، مش مكلفه لو انت مشيتي زي ما انا قلت لك. شوفي فيديوهاتي هتلاقي حكايه سهله. وبعدين بصوا ما نقلتهمش من البلكونه، يعني قالوا لي شيلوهم من البلكونه، حلفت ما انا شايلاهم من البلكونه، لان هما ما كانوش عاملين لي مضايقه. اولا النظافه، السمان نضيف جدا يعني حلو، مش بيعمل ريحه. عايزه تقضي على الريحه بتحطي نشاره تحتيه وتحطي عليها حبه بودره سيراميك، ما فيش بودره سيراميك بتحطي حبه جير بالصدف مع النشاره مع حبه رمله، بتخلطيهم كلهم مع بعض بتحطيهم تحت الفلوس، انسي انك تشيل من الريحه او اي حاجه. زائد ان انا كنت بغير الكرتونه دي كل 3 4 ايام اغيرها مره، بحيث ان ما تعمليش ريحه ولا اي حاجه. كان اللي بيدخل عندي ما بيحسش ان انا عندي اي حاجه الا من الصوت، ان هما بيعملوا صوت حلو جدا. فعايزه اقول لكم ان السمان تربيته حلوه سهله بسيطه. الناس استغربت ان انا ازاي بحط له المشروب ده، الجنزبيل والكركم معلش كان الفيديو فصل مني. بيستغربوا ان انا بحط جنزبيل وكركم والبنجر مع بعض واضربهم في الخلاط، ده مشروب رائع جدا ومغذي جدا للطيور ومفيد وصحي. وكنت احط الليمون طبعا اساسي في الميه، كنتش احط احبش احط الميه صافي. فعايزه اقول لكم ان تربيه السمان تربيه هايله، ده ملخص تربيتها في 30 يوم بالظبط، بتاخدي السمان رائع. لو كنت هتعملي مشروع اكيد ان هو باذن الله مربح جدا، لو كنت هتعملي لاولادك وتاكلي حاجه مغذيه وحاجه مفيده. والسمان من الحاجات المغذيه جدا للبني ادمين، مفيده جدا وصحيا، والبيض بتاعها كمان صحي جدا. بس عشان تتاكدي ان انا حاطه شعير اهو على اهو، ده الشعير بطحنه وهم بياكلوه الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم بصي على كل ما هرب هم هيطيروا، فعشان كده مش قادره اقرب قوي، عمالين يحاولوا ان هم يطيروا. تربيته حلوه جدا وسهله وسريعه جدا جدا، اسرع تربيه شفتها في حياتي. اتمنى بقى ان انتوا يا ريت تربوه، اعملوه في بيتك كده في المطبخ في البلكونه. اعرف ان هو مش متعب جدا وسهل، وباذن الله باذن الله لو عايزاه مشروع هيبقى مربح، لو عايزاه لنفسك انت هيوفر معاكي كتير في مصروف البيت. ومش مكلف، وامشي على طريقتي باذن الله، باذن الله ربنا ان شاء الله يكرمنا جميعا، هتلاقيها سهله وهتحب تربيه السنين. اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي، وبفرح قوي بتعليقاتكم وبتبسطني. واسيبكم بقى في رعايه الله وامني، واتمنى ان انتم باذن الله تكونوا بصحه وسعاده وراحه بال ورزق من ربنا من واسع باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.